سموه على ما قدم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ولهذه الانطلاقات على مدى شهر كامل. عشنا مشاهدينا الكرام أجمل وأحلى اللحظات سواء في أشواط السيارات أو الأشواط النقدية هنا في هذا الختام الكبير الذي شاهدنا وتابعنا من خلاله الكثير من السباق والمنافسات الجميلة وكذلك من النوعيات المفضلة الذي ذهبت مشاهدينا الأعزاء وطارت بالناموس وطارت كذلك بالإنتاج المميز الذي شاهدنا من خلاله كل هذه السلالات على أرضية ميدان المرموم. شكرا أبو راشد على هذا التواجد وعلى هذا المجتمع الكبير صاحب الأيادي البيضاء. ينطلق شوط الختام مشاهدينا الكرام ونقول مع شوط الختام هنا لكل الأخوة الملاك والمضمرين بأن الموعد أكيد بلا شك سيكون قريبا جدا مع أول سبتمبر مشاهدينا الأعزاء في هذا الموسم الجديد والموسم القادم. إن شاء الله نتمنى من الجميع المحافظة دائما على النوعيات الرئيسية. نتابع مع حضراتكم الآن ويبدأ المسار مع الشوط وشوط خاص بالأبكار في هذه الانطلاقة وتحمل هذه النوعيات إشارة الناموس المبكر في البداية. نسير بالمقدمة ونشاهد الآن الشاهينية سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري على القائمة الأولى بينما تأتي جبارة لمحمد بن صالح بن يابر العامري لتخترق الصفوف الأولى وتسير بالمراكز الأولى متحركة نحو الصدارة ونحو التألق على هذه الشاشة الذهبية بينما المركز الثالث إذن في المركز الثالث متعب محمد بن صغير بن حمود الجنيبي من يحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقة وهذا التحدي المركز الثالث الثالث. المركز الثالث إذن هنا وصل الجنيبي الآن محمد بن صغير بن حمود الجنيبي للمركز الثالث الرابع مشاهدينا الكرام بينما المركز الخامس نسير إلى المركز الخامس ونشاهد شاهينية محمد بن ثاني بن قطامي السويدي في المركز الخامس. المركز السادس شعار بن رشيد الآن يتدخل في هذه اللحظات مع سلهودة أحمد بن خليفة بن رشيد السويدي يأتي في المركز السادس. المركز السابع انطلاقة من قبل الشاهينية علي بن خليفة بن بليشة الاجتبي في المركز السابع بينما المركز الثامن لمحمد بن مطر بن مطوع الاجتبي اللي يتواجد مع الدكتورة في ثامن المراكز. والمركز التاسع وصلت الآن هذه الصفرة لسالم بن علي بن حمد بن إداه المنصوري. أما المركز العاشر المركز العاشر لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميري اللي تدخلت الآن من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام في لقاء هذا الشوط. نعود الى المراكز الاولى نعود الى المسار الصحيح والمسار الاول الذي قدمت هذه النوعيات في هذا الشوط. عودة الى المركز الاول اولى الى الصدارة ولا زالت حتى اللحظة هي المسيطرة والخاطفة للناموس الخاطفة لهذا التحدي الشاهينية سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. 2 كيلومتر مشاهدينا الكرام ونصف انتهت وتبقى 1500 ونشوف المركز الثاني هناك محمد جبارة تتواجد لمحمد بن صالح بن يابر العامري. الله 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 هذه التنافس او هذا التنافس الجميل هذا التنافس الحي يوحي بأن لازلنا نحن في ختاميات وبالفعل هنا في هذا التحدي الجميل من كل حدب وصوب أتت هذه السبق أتت هذه الأسماء هذه النوعيات لتشارك في هذا المهرجان. المركز الثالث وصل الآن الجنيبي محمد بن صغير بن حمود الجنيبي يلا مع متعبة متعنا مع متعبة. نشوف المركز الرابع والدكتورة واصلة الدكتورة واصلة محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي أيضا يتواجد في لقاء هذا الشهر. الله الله الكيل الاخير يلا يا مشاركين حرك اللي بتحرك شوط الختام وختامها مسك مع من ستكون الختام. الله يا جبارة يا جبارة يلا يا هالي زاخر يلا يا هالي زاخر هي المسيطرة هي المسيطرة بالفعل. عيدية الختام يا بن صالح محمد بن صالح بن يابر العامري حتى الان هو محافظ على هذا التقدم وهذا
هدي اعصابك يا اخوي، هدي اعصابك يا اخوي. لكن نشوف المركز الثاني، لا زال بن درويش في المركز الثاني، في المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي، ولكن الله يا ملوح سعيد بن عبيد المزروعي وصل الان، وصل وخذ المركز الثالث محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي من خلال هذا التحدي وهذه الانطلاقه. لكن يا سلام العوده الى الصداره، العوده الى محمد بن صالح بن يابر العامري، هو الان مقدم جباره في الصداره في الصداره جباره. لكن اتحذر يا اخوي الوصله، ملوح ملوح واصله، ملوح وجباره، جباره وملوح، ملوح وجباره، ولكن جبارة تنهي لهالي العين ولا ملوح تنهي لهالي الوثبة وهالي العين. اللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، سلام زاخر سلام، واسعد الله صباحك يا محمد يا بن صالح يا بن يابر العامري على فوز جبارة بالمركز الأول. المركز الثاني ملوح لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، المركز الثالث الدكتور محمد بن مطر بن مطوع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام عتيج بن سيف بن حاضر العميمي هاتي الظبي، والمركز الخامس وصلنا من خلال هذا المسار مع شاهني سعيد بن عبيد السبوسي. مشاهدينا الكرام يصل في انطلاقته هذا الشوط وهذا التحدي، كانت هذه النتيجة أيها الحبل الكريم في شوط الختام. إذا هذه لحظات وصول جبارة، 6 دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية تانينا وناموس لمحمد بن صالح بن يابر العامري، واسعد الله صباحك في شوط الختام يا العامري. بينما المركز الثاني كانت ملوح محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي ب6 دقائق 18 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال كانت حاضرة في هذا الانطلاق. اما الشوط او المركز الثالث اللي وصلت من خلال مشاهدينا الكرام الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي وصلتنا بتوقيت زمني 6 دقائق و20 ثانية و5 أجزاء من الثانية، كان توقيت الزمني مشاهدينا الكرام في شوط الختام وفي ثالث المراكز من خلال هذه اللحظات. اما الان نعود بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني الافضل والاجمل في انطلاقه هذا اليوم.